صباح الخير، كيف حالكم؟ اليوم سوف نتعرف على الصورة الثانية من قصة من سرق البيض. انظروا جيدا إلى هذه الصورة، ماذا نرى؟ من هذا؟ هذا هو الثعلب، يرتدي الثعلب قبعة على رأسه ويحمل بيده المشط. هذه هي الأشجار، وهذه هي الشتول. أين هو الثعلب؟ الثعلب في البستان. ماذا يفعل الثعلب في البستان؟ الثعلب منشغل بأعمال البستنة، فهو يسقي الشتول ويمشط التربة. هيا بنا لكي نقرأ. قصدت مها الثعلب. من المؤكد أنه هو الذي سرق البيض، لكن الثعلب منشغل بأعمال البستنة، فهو يسقي الشتول ويمشط التربة. لست الفاعل، لم أعد آكل لا دجاجا ولا بيضا. إذن من سرق البيض يا ترى؟